بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وحر على جنوب الصعيد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا حالا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. طبعا يمكن احنا بدأنا نشهد استقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وده بيخلينا نحس بارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من درجة إلى درجتين، ده في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده خلال فترة النهار هنحس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء. أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي، بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، لأن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى بتوصل ل 20 درجة مئوية، بعض الأماكن من محافظات الصعيد بتوصل ل 16 و17 درجة مئوية، بدأ يكون في فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بدأ يوصل ل 10 و11 درجة مئوية، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق درجات الحرارة. بالإضافة كمان الشبورة المائية دايما هي بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة في فترة الاستقرار في الأحوال الجوية، استمرار تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا الشبورة المائية دي كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، سواحلنا الشمالية الشرقية، شبورة مائية كثيفة يعني مزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية. الشبورة المائية كمان بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا تدريجي الشبورة المائية بتبدأ تتلاشى وتختفي وتبدأ الرؤية الأفقية على الطرق تتحسن بشكل تدريجي. بالإضافة كمان اليوم متوقع أن يكون معانا فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، بعض المناطق كمان من محافظات شمال الوجه البحري وخليج السويس أو مدن القناة، وهي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. نشاط يحنف ببعض الأماكن من جنوب سيناء لكن غير مؤثر تماما، في استقرار تام في الأحوال الجوية وكمان في الظواهر الجوية مش مؤثرة بشكل كبير، لكن هيبقى التحذير هنا من الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق وانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر على الطرق وفرق درجات الحرارة، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير لان تغيير نوعية الملابس واختلاف درجات الحرارة. كنت لسه اسال حضرتك، التباين الكبير في درجات الحرارة الصبح من بالليل تنصحي الناس بايه؟ هو مهم جدا ان احنا نبتدي الملابس الخريفية خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر، الطلبة وهم رايحين المدارس فترة الصباح الباكر، او لو بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتأخر، الاوقات دي لازم تكون ملابس خريفية، فيفضل ان احنا نرتدي ملابس خريفية، يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف قطعة ملابس للملابس الخريفية اللي كنا بنرتديها، لان زي ما قلنا دايما تغيير درجات الحرارة بين النهار والليل والبرودة اللي احنا بنحس بيها بالليل دي ممكن تصيبنا بنزلات البرد. بالإضافة كمان لازم تكون القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ولازم طبعا المتابعة المستمرة للنشرات الجوية في فصل الخريف، لأن احنا دايما بنقول الخريف معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة واللي وارد جدا يحصل فيه تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني. احنا متوقعين على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، يعني احنا عظمى على القاهرة الكبرى متوقع من 29 ل 31 درجة مئوية على مدار هذا الأسبوع، وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بإذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 21، العاصمة الإدارية
اسكندريه 29 21، اسكندريه 28 20، العالمين الجديده 29 19، مطروح 28 18، دمياط 28 21، بورسعيد 28 21، الاسماعيليه 30 20. السويس العظمى فيها 30 وصورة 21، العريش 28 20، كاترين 26 12، طابة 30 21، حلايب 30 24، شلاتين 33، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 33 22. الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 18، بني سويف 31 18، الوادي الجديد 34 16، أسيوط 31 17، سوهاج 33 18، قنا 34 19، الأقصر 35 19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 21. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا.